هلو هلو جايز، نتمنى تكونوا كلكم في صحة جيدة، ليلة سعيدة إخوان. صافا مزيان، تفاعل ما تفاعل موالو، ميت بزاف ما عطيت جهدي كامل. هذا لا سو خويا، ما همكش القناة، لا ما همكش الكونتوني، هاي ديك ابوني هاني، ما كاين ما تبقى تغني الا ما غاديش تخلي لايك ولا كومونتير، ولا تقول شنو بان لك في القصه، يا اعجاب زوين يا شي حاجه خايبه ماشي مشكل، المهم يكون نقد وان فينال. فما عندك ما تبقى دير في القناه الا انا كنطلع عليك ما كتدخلش حتى الفيديو ديالي. بزاف ما دايرينش ابوني، جالسين كيدخلوا يتفرجوا، راه ما بلان متوزه، كنخدم انا كنعطيك تسمع صوتيني حتى انت النتيجه. نتمنى هاد الهضره توصلكم الاخوان، حيت ما مزيانش هادشي. سو بانوا في لي كومونتير ولا في لايك ولا بارطاجيو، حيت هذا لا كنبغيش ندوي في هادشي اصلا، ولكن اليوم قلت ندوي حيت بصح عيقتو. اوف كورس ماشي كلشي، حيت كاينين الناس اللي داعمين القناه 100%، ولكن الاكثريه عيقتو. 3000 ابوني خدامه معايا احسن ليا من 30000 جالسين في الصف اللوران. منبقاوش نعاود هاد الهضره الاخوان، الله يرضي عليكم، حيت انا ماشي السيل ديالي ندوي في هادشي كاع، ماشي السيستيم ديالي. و ميرسي الناس كاملين اللي واقفين مع القناه، كنشوفكم واحد بواحد في لي كومونتير، كلكم واعرين، ريسبكت لكل واحد فيكم. احنا غاديين بالسفينه ديالنا وغتوصل بشما. احنا في الجزء الثاني من قصتنا لعبه الذئاب، الموسم الثاني طبعا. فين خليناها؟ فين قبل ما نبداو هبطوا خليو لايك ديال بصح، ماشي تسمعني كنقولها ودوس تنقص، كنتي مشي لي شارجي الفيديو، دخل عاوتاني خلي لايك، ما خاصك حتى وزه صافي، الله يرضي عليكم. فين خليناها الخوت؟ خليناها في ديك الليله اللي عند ماسينكا، فاش كان هشام وعزيز عند ماسينكا وجابوا الشراب والشيشه والبنات، والمهم كحلينا هنا في الخلينا ياك. يلا دير الكيت، ميوك تكون بوحدك، طفي الضو ويلا ليتس جو. جالسين الخوت حتى عزيزة قلبوا مع وحده من دوك البنات، نوضوا هو وياها على شي 50 درهم كانت عنده ما لقاهاش، كانت في الجيب ديال سروالو، بقى مضارب هو وياها والو ما مفكاش، ما بغاتش تجبد ال 50 درهم، شديناها صحه انا وياها صرف قهوه وجبت لها 50 درهم من جيبها. من بعد مشاو البنات وبقينا احنا بثلاثه، طلعنا للسطح وفرشنا فيه، بقى ماصين كانش جويونات وشعلهم، بقينا كنتكيفوا، عزيز ما كيتكيفش، بقينا مكيفين ناشطين كنضحكوا وكنعاودوا كندويو. سولت ماسينكا قلت ليه علاش قبيله منين حيحنا على البنات ما قلتي والو بقيتي ساكت؟ قال لينا انا اللي كنعرف هادوك بنات الزنقه، ما عمرهم كانوا مزيانات، فيهم انواع كاين وكاين، وشوف ما عمرك تسكت ليهم، ما تسكتش على حقك وما تخليش شي وحده تدوزها عليك. وهو يقول لي عزيز والله ما نتزاقن معاها واخا تكون خمسة دراهم. هو يقول لي ماسينكا شوف راه ما يحسبش ليك بلي هما كيعجبهم داك الشيء، راه ماشي كلهم كيعجبهم داك الشيء، انا اللي عاشرتهم وعرفت شنو كاين، والقصص ديالهم طلعوا ليا في راسي، كاين اللي وقعوا لها مشاكل في صغرها، كاين اللي تاقت في شي واحد وتفلى عليها، كاين حتى اللي مزوجه وخدامه في هاد الشيء. قلت ليه هادي جديده ماسينكا، قال لي جاتك عجب، عرفتوا علاش كيديروا هاد الشيء؟ كل وحده ومشاكلها وصداعها، من الاحسن ما تحكمش على اي وحده شفتها. وهو يقول ليها عزيز راه باقي ما جاوبتينيش مزيان على السؤال اللي سولتك، علاش منين نوضناها معاهم ما دويتيش؟ وهو يقول ليها انا هاد الهضره ما قلتها لحتى شي واحد وغنقولها لكم. قلت ليه شنو هي؟ قال لي انا فاش كنت عندي 13 عام كنت كنخدم عند واحد السيد في الميكانيك. قلت لي اها، هو يقول لي عزيز هو غيطلق علينا عاوتاني. قال لينا صافي الدراري ما غنعاودش لكم كاع. قلت ليه لا بربي حتى تعاود، ما تديش على عزيز هدوي. قال لي المهم كنت كنتعلم الحرفه
كنت خدام بعيد على والديا، راكم عارفين الوالد الله يرحمه. انا الخوش غير سمعتو ذكر با فكرني في الوالد، وقفت وحطيت يدي على الحيط وبديت كنتكيف وكنسمع القصه. كمل ماسينكا وقال كنت كنخدم باش نبرع ميمتي، وكانت عجباني واحد البنت سميتها حنان، كانت كتقرا فلافاك كبيره عليا بزاف، كانت ساكنه فوق المحل فاش كنت خدام، وكان واحد الحانوت حدانا كنت كنهز لها البوطه وكتدور معايا، وكانت درويشه وكدير ليا الخاطر وديما ضحكه في وجهي على عكس البنات اللي كارين معاها، ديما كيقولوا ليا غير العزوه. قلت ليه وراك عزوه مالهم كذبوا، بدا كيضحك وقال لي خليني نكمل. المهم واحد النهار السيد عند من خدام مرضات ليه مو مع هي كاينه في الرباط، قال لي بلي غيسد المحل شي ايام، وعطاني الفلوس ديال المركوب وقال لي مني غادي يرجع غيدوز لعندي للدوار يهزني ويجيبني عاوتاني للخدمه، حيت حنا كاينين في واحد العروبيه، ومني كيكون راجع هو من الرباط كيدوز عليها بالطوموبيل، كيدوز كيخلص الوالده في خدمتي، وانا كيعطيني غير فلوس الحمام والحسانه، وكنسكن في واحد البرتوش في المحل. كنت كنتكرفص ولكن صابر على ود الحنانه. المهم جمعت حوايجي في ذاك النهار ووصلني للمحطه وقال لي يلا سير الله يعاونك. نزلت انا سولت على الكار وقالوا لي ثلاثه السوايع ويقلع. جلست كنتسنى وكنفكر اش غندير تما في العروبيه، علاش ما نلقاش خدمه مع شي واحد هنايا حتى يجي دخونا هذا. هزيت صاكي ومشيت كنسول كاع صحاب الميكانيك والو، كليت من الفلوس ديال المركوب وما لقيت باش نرجع، اصلا ما بغيتش نرجع، بغيت نبقى ندور حتى نلقى خدمه. بقيت كندور كندور والو، كلشي عنده الخدامه. من بعد رجعت للمحل فين خدام، وانا نقول مع راسي علاش ما نشوفش حنان البنت اللي ساكنه فوق منا تدبر ليا في اللي كان، قدر يكون عندها المعارف. المهم هي اللي جات في بالي وهي بوحدها اللي كنعرف في هاد المدينه وتقدر تعاوني. طلعت كندق كندق عليها والو ما كاين حتى شي واحد. رجعت حدا المحل وبدات الظلمه كطيح، والدل العشاء دازت شي ساعه هكاك عاد بانت لي حنان وصاحبتها جايين وكيضحكوا. مشيت لعندها وهي تقول لي موح اش كدير هنايا في هذا الوقت؟ قلت لها راه المعلم مريضه ليه مو ومشى عندها، وهي تقول لي وعلاش ما عطاكش الفلوس باش تمشي للعروبيه عند امك؟ قلت لها اعطاني ولكن ما بغيتش نرجع، بغيت نخدم. بداو كيضحكوا بجوجات وهي تقول الاخرى الحنان صدري البرهوش ما خصنا فريع الراس، وهي تقول يا حنان صافي غير سيري انتيا انا جايه. مشات وهي تقول لي ولاني راك قربوز ما فكرتيش فين غتبات وفين هي الخدمه هادي؟ صحاب لك كل شيء موجود، هادوك الفلوس اللي عندك نقطع لك في الكار تمشي عند امك. قلت ليها كليتهم واصلا ما بغيتش نرجع، بغيت نخدم، الا غتعاونيني مرحبا عاونيني، من غير هادشي صافي. قالت ليها ما عاونت حتى راسي نعاونك انت يا القربوز، ما لقيتي حتى فين تبات، حتى البنات ما غاديش يقبلوا تبات معانا. قلت ليها صافي الله يعاون غنمشي ندبر على راسي، مني ما غاديش تعاونيني خليني نمشي. تميت غادي وهي تشدني من القب وجراتني لعندها وقالت ليا واش من نيتك الشلح راك واخا عزوا غتلقى المشاكل في كازا، انا قلتها لك كازا في الليل راه خايبه، يلا غنطلعك تبات في السطح ولكن ما ديرش الحس حتى نجي عندك في الصباح. طلعتني للسطح كان واحد السداري وقالت لي تكا هنا وما ديرش الحس وغنجي عندك مع الصباح. سدات الباب، انا كنت عيان ديك الليله طحت نست حتى كطلع عليا الشمس، جات فيقاتني وجابت لي الخبز في الزيت باقي عقل عليه، زيت العود وكاس ديال اتاي باش نفطر. كنت كناكل وكنشوف فيها كانت كتعجبني حيت زوينه، كنت ساهي فيها حتى قالت لي هذاك القربوز طلق طلق راسك يلا نمشيو. هزيت حوايجي وقلت لها فين غنمشيو، قالت لي غير زيد حتى وكان وتعرف. بقيت تابعه وشدينا الطوبيس الاول عاود شدينا الطوبيس الثاني، وانا نقول لها واش هادي شي خدمه فيها الفلوس؟ وهي تنطق وقالت لي بلي غديني عند شي مراه نخدم عندها في الدار واللي فرضاتو عليا نقبل به وراها ظريفه. قلت لها اش غندير عندها؟ قالت لي غتغسل المواعن والحوايج ومني رجع المعلم اللي خدام معاه رجع لخدمتك. قلت لها راه ما نعقلش على الطريق، الله يرحم الوالدين مني تشوفيه جا جديني. قالت لي اه واخا صافي. وصلنا لواحد الدرب ما فيه ما يتشاف، الزناقي مضيقين والشماكريه، غير دخلنا مع واحد الباب كبير كلشي كيشوف فينا وكيسلموا عليها، كيقول لها السلام لاله حنان، فينا لاله حنان؟
كلشي تما كيحتارمه. بقينا غاديين مع دوك الزناقين المضيقين اللي حتى الطوموبيل ما تقدرش تدوز منهم. وصلنا لواحد الدار وبدينا طالعين في الدروج، وهي تبان ليا واحد الغليظه نازله، واحد الشارفه غليظه كتخلع. هي تسلم على حنان وقالت ليها الزين فين غبرتي؟ اش اخبارك؟ طولتي الغبره. وهي تقول لها حنان غير لافاك والقرايه وداك الشيء. وهي تقول ليها ياك المسخوطه. طالعي طالعي سيري. وهي تقول راسها حنان. وطلعنا حنا طالعين يد الدور ديك الغليظه وشافت فيا وهي تقول ليها شكون هاد العزوه اللي معاك؟ قالت لها حنان غير خدم عند الحاجه شي يامات. يلا بسلامه اختي انا مشيت. انا ديك الساعه ما فهمت والو غير غادي. طلعت مع حنان وهي تدق في الباب واحد شويه وهي تخرج عندها واحد الشارفه. قالت لحنان السلامه فين غبرتي؟ قالت لها حنان غير القرايه. شوفي راه جبت لك شي امانه. وهي تقول لينا دخلوا. مع الدخله ضربت في واحد الريحه بحال البخور، المهم ريحه ما مزياناش. وهي تقول لها ديك الشارفه راه وصيتك شحال هادي وفاش قلتي لي ما لقيتي حتى شي حد قلت لك بلاش. قالت لها حنان اخي خليه يعاونك شي يامات راه مطور. شفت فيا ديك الشارفه ودارت واحد الضحيكه حتى بانت لها درست العقل وكانوا عندها شي سنينات مذهبين. وهي تقول لحنان راكي عارفه ما عنديش مال زاوه. قالت لها حنان من امتى هاد الشيء؟ هي تقول لها الحاجه من دابا وهي فراسك. بدات كطلب فيها حنان باش نبقى عندها، وانا كنت كنسمع الضحك ديال العيالات في الدار من شي بيت. حتى قفزاتني ديك الشارفه وقالت لي دخل صاكك لذاك البيت وسد عليه. دخلت انت تما وسد عليك، هاني جايه. مشيت انا للبيت اللي شيرات لي عليه، دخلت وسديته وحطيت صاكي وكنت تسنى شي خمسه ديال الدقائق. وهي تحل الباب وقالت لي اش كاين في ذاك الصاك؟ قلت لها والو غير حوايجي. قالت لي جيبهم نشوفهم. جبت لها الصاك وريتها الحويجات، بدات كتقلب فيهم شافت الحوايج كلهم وقالت لي اش هاد الوسخ هذا؟ قلت لها هادو راه ديال الخدمه. قالت لي واش خدام سيكليس؟ قلت لها لا ميكانيك. قالت لي ما غاديش تحتاجو دابا غير خليه. قلت لها فين حنان؟ قالت لي مشات. شوف نسخن لك الماء باش تدخل تغسل وديك الساعه نوريك خدمتك، دابا بقى في البيت حتى نجي. خرجت وهي تسورت عليا الباب. كان داك البيت فيه غير واحد الحصيره وبونجا وواحد الهيدوره، واحد الايه قرانيه معلقه في الحيط قريتها وكانت ايه الكرسي، حيت انا فايت ليا قريت القران مزيان في الجامع. واحد شويه وهي تحل الباب وقالت لي جيب حوايجك اللي كتلبس وتبعني. هزيت داك الشيء اللي نقي عندي شويه ولبسته. عندي جوج لبسات، واحد الكومبليزون ديال الخدمه، كنا دايزين حدا الصالون وانا نشوفه عيالات جالسين كيكميو وكيضحكوا. حتى جاتني واحد الدقه للراس، كندور كنشوف لقيتها الحاجه قالت لي زيد القربوس ما بغيتكش تبقى تشوف وتحل عينيك تقابل خدمتك، الخدمه اللي نقول لك ديرها بلا زياده بلا نقصان حتى تخرج من الدوش ونتفاهموا على هادشي. دخلت لواحد الطواليط صغيره وهي جالسه عليا دوش. منين دوش؟ لقيت واحد السطل فيه الماء سخونه، جلست بغيت الماء شويه ودوشت. ما عطاتنيش حتى فوطه، مسحت بحوايجي القدامى ولبست الاخرين. خرجت وانا نقصد ديريكت البيت وهي تدخل من ورايا وقالت لي علاش ما عيطتيش عليا؟ قلت لها علاش غنعيط لك؟ تحكي لي ظهري مثلا؟ وانا نحس بواحد التصرفيقه رجعت لي الذاكره. قالت لي الضحك الباسل حيدو منك. بقيت شاد في حنكي وقالت لي جمع راسك هنايا وهضرتي هي اللي كاينه. قلت لها واخا. عطاتني شي حوايج ديالها وطلعتني للسطح باش نغسلهم وقالت لي ربع ساعه نجي نلقاك ساليتي. قلت لها واخا واخا نغسل حتى دياولي. قالت لي واخا. جبتهم وبديت كنغسل ساليت ونشرت الحوايج كاملين وهي تجي. قالت لي مزيان. نزلت تغدى، نزلت معاها وهي تبان لي الدار خاويه، غسلت يديا وهي تحط لي واحد الطاجين، بدينا كناكلو غير انا وياها. وهي تقول لي عندك تكون خديتي بالهضره اللي قالت لك حنان؟ قلت لها لا لا عادي اصلا موالف موالف بالخدمه. قالت لي اجي نوريك خدمتك بعد انت ما عارف والو. مشيت معاها وهي تجبد لي الشيشه وقالت لي هاد المعسل غتحطو هنايا ودير فوق منه الالومنيوم وتقبو بهاد البره وهالمجمر غتسخن فيه هاد الفاخر وحط غير جوج وتبدا تبدل الماء من هاد القرعه فهمتي. المهم علمتني مزيان كيفاش نقاد الشيشه العيالات والكليان وقالت لي عندك شي وحده تكون هنايا تجار لك لسانك، الا سولاتك شي وحده قول لها ما عرفتش وعيط ليا. قلت لها واخا. قالت لي اجي نوريك.
تبات عند الباب وقالت لي اسمع الدقه هذه مزيان. دقات ثلاثه ديال المرات وقالت لي هالدقه ديال الكليان شي دقه اخرى ما تحلش عيط عليا انا نجي نحل. قلت لها واخا. قالت لي واش عاقل عليها؟ قلت لها اه. قالت لي عاودها. عاودت عليها وقالت لي مزيان اجي تبعني. وهي تخرج وسدات الباب. طلعنا السطح وقالت لي الا جاوا الحناش البوليس غتنقز من هنا للسطح الاخر. هبط مع الدروج وخرج في حالك. وانا نقول لها علاه اش هاد الخدمه؟ قالت لي ما قالت لك والو ديك الخانزه. قلت لها شكون هادي؟ قالت لي حنان. قلت لها حنان بزاف عليك. بدات كتضحك وقالت لي اسمع شوف بلا ما نبقى ندويناوك بزاف هذا راه بورديل غادي دار الدار وانت غادي تقابل غير خدمتك ولا بديتي كتفلى غادي تلقى راسك في الزنقه. وهي تقول لي وجد راسك من مور العصر غنبداو الخدمه. نزلنا الخوت وهي توريني البيوت كانوا كتار وقالت لي هاد الفراش اللي هنا غتعاود تغسلو. قلت لها امتى؟ قالت لي الجمعه ما كنخدموش كنكونوا راحه وانا عندي شي غرض الجمعه غادي تغسل هاد الشيء. كنخدمو عادي حتى العصر وكنحبسو. المهم وصل العصر الخوت وبداو كيجيو دوك العيالات اللي قالت. حطيت الكرسي حدا الباب اللي جايه وجايبه معها شي شيباني اللي كل وحده وشنو دايره. وجدت ليهم شيشه في الصالون وانا ما كنهش فيهم العين كنت خدام. خفت لتشكا شي وحده مني للحاجه تصدق مجري عليا. رجعت من بعد حدا الباب اللي دق ديك الدقه المعروفه كنحل ونعيط على الحاجه كتدي للصالون كيختار وكيتفاهم معها كتشكري لهم البيج ب 100 درهم هما يدبروا يوصوا. دق شي واحد اخر عيط الحاجه هي اللي حلات هاد المره حيت الدقه جاتني في شكل كان واحد المرهوش وقالت لي الحاجه اش بغيتي؟ هو يبدا يحمر ويصفر وقال ليها راه قالوا لي الا بغيت بنات نجي هنايا وعندي فلوس. دخلت وقالت ليه شوف انا كنكري البيت ب 100 درهم شغلك انت وياه. قال لي عندي 130 درهم تكفي. قالت لي اه هذيك 100 عطاها ليها وداتو للصالون. قالت لي اختار وتفاهم معها وشغلكم هذاك. ازل هو وحده ما بيهاش وقالت لهم حتى البيت وتفاهموا. مشاو هي تجي لعندي الحاجه وقالت لي صورت عليهم البيت دير داكشي وجلست في الكرسي واحد شويه ويبدا الغوات. شفت داك البرهوش غتكون عنده ديك 17 كاك 16 كيضرب في الباب وخارج من البيت. واخا كنت مسورته دفع الباب بالجهد وخارج كيجري والاخرى كتقول لي اجي لهنايا. شداتو من حوايجو وغير كيقول ليها والله حتى غير 30 درهم اللي عندي. كتقول ليه دير شي معايا 50 ما تخرجش من هنا حتى تعطيها ليا. كتقولها وهي شانقه عليه. بدات روينه تما العيالات كيخرجوا من الصالون كيطالو وخرجات حتى الحاجه من البيت. هو ضرب ليها ايديها وبدا كيجري لجهه الباب ومع كنت واقف ليا في الطريق كتسمع ديك شد شد. ضربني حتى انا وتلاحيت على الارض. مشى كيحل الباب ما بغاش يتحل ليه عرف راسو تخور اكبر تخويره والصدمه كانت كبيره. جاو كلشي كيجري لجهتو انا تخلعت بديت كنرجع للور. مسكين لصق في الباب وكيقول حلو حلو حتى كيتجمعوا عليه عطاو واحد القتله ديال العصا زرقوا لي عينيه قمشوه مزيان شرقوا لي حوايجو. عاد جات الحاجه بدات كتغوت كتقول غتقتلوه. كلشي بدا كيرجع للور وكيعايروا فيه انا بقى فيا. وقفت عليه الحاجه وهي جبد السوار ديال الباب حيت كيكون حتى هو مسورت. حلات ليه الباب وقالت ليه ما تعاودش ترجع لهنايا. كان هذا اول نهار ليا هنايا نشوفوه كيفاش داز هانتوما شفتوه. بدا الكليان كيدخل ويخرج حتى ود العشاء. قالت لي الحاجه سير دق على الباب باش يخرجوا داكشي اللي درت. المهم بنادم بدا كيخرج سدات الحاجه الباب وقالت لي سير جمع البيوت من داك الفراش وفراش فراش جديد داكشي اللي درت. جمعت داكشي في شبكه وخليته حتى الغدا ونغسلو. دخلت للبيت ومشات الحاجه للبيت ديالها ونعس انا ما كنت عيان حتى بدات كتفيق فيا الحاجه. حليت عيني وشفت فيها وقالت لي موت سير سيق الدار وغسل الفراش وما تدخل حتى شي واحد كيف ما بغى يكون حتى نجي. بدات كتوصي فيا عاد مشات خرجات. المهم درت داكشي اللي قالت طلعت الفراش غسلته في السطح بديت كنغسل حتى ساليت داكشي كامل نشرته ونزلت سديت الباب مزيان. كان فيا الجوع كنت كاع ما فاطر. حليت الثلاجه بانت لي واحد القميله فيها المقا ديال البارح سخنتها وكليتها وغسلت من بعد المواعن بديت كنتسارى في البيوت. وصلت للبيت ديال الحاجه ما بغاش يتحل بنت الحرام كانت ساده. دخلت للصالون شعلت التلفازه بقيت كنتفرج في دوزيام حتى جات الحاجه من مور العصر. غير سمعت الباب كيتحل كي
تفكرت الحويج. طفيت التلفازه مشيت كنجري زيت الشبكه وهي توقف عليا. قالت لي صيقتي؟ قلت لها اه. ودابا بغيت ننزل الحويج. قالت لي عاد بغيتي تنزل الحويج الكربوز؟ والله واش فاروما شي واحد حتى تخلفهم نتايا. طلع جري شوف. مشيت كنجري مع الدروج والحمد لله لقيتهم. نزلت داكشي لقيتها كتعمر في اتاي. قالت لي دخل طويهم في البيت واجي دير كاسكروط. طويت داك العجب لقيتها وجدات في الصالون الجلسه وهي تقول لي نوض الموس غسل يديك بعدا. بقى فيا الحال مشيت بزقت ليها. المهم غسلت يديا مزيان ورجعت لعندها. قالت لي هكا مزيان؟ قلت لها اه النظافه زوينه. بدات كتسول فيا فين والديك وكذا. عاودت لها كل شيء من الاول حتى الاخر وقالت لي حياتك صعيبه وبديتيها وانت صغير وحسن لك رجع لحرفتك وزيد تعلم. راه هي اللي غتوكلك طرف ديال الخبز ومن يجي المعلم ديالك غتمشي في حالك من هنايا. كانت كدوي بالصحيت بالصحه حسن نخدم نيك واخا محقور وانا نخدم بلا ما نسميه. نخدم مع هاد الحاجه هادي حياته مع عذاب. الغد ليه نفس روتين. كنت كنهرس داك الملل مني كنبدل الفاخر ديال الشيشه. اي 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 قصه كبيره. ايوا بقيت تما حتى لواحد النهار دخل المخزن طلعت من السطح ونقزت وسلت في حالاتي. ايوا جمعوا الحاجه وجمعوا كلشي وكلشي تشد. وهذا هو البلان هذا. هاني عاودت لكم هاد الشو برغم ثلاثه ديال الجوانات. هو يقول لي عزيز كون برغمتي ليا حتى انايا ربي برغم ليا حتى انايا. عزيز ما كانش كيكمي كاع. قال لي ماسينكا ما نصحكش. قلت لي انا لا هو ياك عزيز. هو يقول لي وانتم شغلكم؟ انا اللي بغيت. قال لي ماسينكا انت تعرف هاك اخويا خود مرحبا بك معانا. كان هذاك الخوت اول نهار لعزيز حتى دخل في البلية. هو اللي بغى هادشي حتى واحد ما فرض عليه هادشي. سالات ديك الليله مع ماسينكا ورجع كل واحد في حاله ودوزنا واحد الصيف انا وعزيز في مراكش. مشينا لعند خو كان خدام تما بزز باش خلاتني الوالده. ولكن فاش كنقول لها كاين مع عزيز كترتاح. هادشي باش زوينه يكون عندك شي عشيرك شيطان بهيئه ملاك في الزنقه ما تعرفوش مع دارهم وداركم كيولي اضرف خلق الله. في مراكش نشطنا ولعبنا وتعاشرنا تما مع الناس. الناس ديال تما واعرين بزاف. عزيز كان واخا هكا كيتخلط مع البنات. انا لا انا واخا هكا بعيد على داك الشيء. جد دخول المدرسي وكان العام الاول في الكاطريام انا وياه. انا ما مسوقش والسيد بغى يقرا. وقت القرايه كان كيضرب على شي حاجه سميتها البنات. السيد ما فهمتوش كيبان مكلخ ولكن اللي دارها في بالو كيجيبها. هادشي اللي مخليني معاه حتى لدابا. اه ما قلتش لكم انا وياه معاودين عام في الخامس. هادشي اللي خلى كوتر اختي تجي معانا في نفس الكوليج يعني عام واحد. بدات الدراسه وبداو المشاكل مع الاساتذه. ما جيتش مع عزيز في نفس القسم. جا هو كوتر اختي في نفس القسم ولكن ديما معاونيني. قرب الموحد ديال الكاتريام الدوره الاولى بدينا المراجعه بثلاثه. كنت كنشوف كوتر كدير شي حركات قدام عزيز ما كيعجبونيش ولكن ما كنتسوقش كنقول راها باقا صغيره. المهم دوزنا ما جبت والو. عرفت راسي ما غادي ندير والو في هادشي ديال القرايه. وفعلا عاودت العام مبقاش فيا الحال حيت عندي خلل في المشاعر. غير كندير فئه مقلقه وشحال مره بغات تدخلني الوالده للبريفي ولكن كنرفض حيت ما عنديش مع دوك صحاب للبريفي. عزيز قراني في الامام مالك حدا الكوليج. اما كوتر مشات لليسي ديال محمد السادس في السونتر. كانت بعيده. بدا العام الثاني نفس الروتين ديال العام الفايت ولكن جمعت راسي ومعاون نجح. زيرت راسي مزيان في الدورة الأولى وجبت مزيان. صافي بقات الدورة الثانية جبت مزيان في كل شيء في كاع المواد. صدمت الأساتذة. بقات شهرين الامتحانات وهاد الشهرين خربقات ليا كاع البلانات اللي داير في راسي. واحد النهار رجعت للدار مع 12. رجعت من الكوليج كان فيا واحد الجوع ما لقيت حتى واحد في الدار. صونيت الوالدة قالت لي عندها شي غراض في البنكة فاش جي كوتر نتغدى أنا وياها بداك الشيء اللي كاين في الثلاجة. جات كوتر سخنا داك الشيء وبدينا كنتغداو. سولتها كيف غادية مع القراية قالت لي مزيان. سولتها واش عندها شي دفتر زايد راه خاصني واحد. قالت لي لا ولكن سير شوف لاكاب راه بحال والو يكونوا تما في الكارطون دفاتر. خليتها ونزلت كنقلب في لاكاب. شحال هادي ما نزلت لهاد لاكاب عامة غير بالغبرة. بديت كنقلب في دوك الكراط اللي تما اللي قالت لي كنقلب على الدفاتر الخاويين.
زيد جوج ورجع داكشي لبلاصتو يلاه غنطلع. هو يبان ليا واحد الماريو قديم ولكن كيبان صحيح وكبير. بديت كنشوف في داك الماريو عجبني، قلت زعما يجي في البيت ديالي زوين. رجعت داكشي لبلاصتو ما تسوقتش، شفت فوق منه فوق من الماريو بانت لي واحد الكارطونه وواحد الباليزه، حلفت حتى نشوف اش داكشي. جبت كرسي وطلعت، كانت ثقيله، شاده شي واحد من اللي وانا نجبدها بالجهد وهي تجبد، وجيت في الارض على ظهري وطاحت الباليزه وطاح واحد الجوا صفار كان محطوط فوق منها. وانا نسمع كوتا كتدق وكتقول لي اش واقع هشام، وهي تدخل لقاتني طايح في الارض. قلت لها سيري انا جاي. قالت لي اش واقع؟ ها راه الكارطون اللي قلت لك كاين لهيه ماشي تما. قلت لها اه في راسي، راه خديت الضفاطه غير بغيت نشوف اش كاين هنايا. قالت لي بغيت تشوفو طحتي؟ قلت لها اه، اجي عاونيني في هذا الشيء نردوه قبل ما تجي الوالده. قالت لي اش كاين في ديك الباليزه؟ قلت لها ما عرفتش. جات وهي تحلها وكانوا فيها شي حوايج ديال شي راجل غير شفتهم عرفتهم ديال الواليد. بدينا كنقلبوا فيها وقالت لي كوثر توحشت بابا. شفت فيها ولقيتها كطيح الدموع، طاح عليا الضيم ما عرفت باش نجاوبها. ضربت على واحد المكانه تما وخطفتها، كانت محطوطه تما بلا ما تشوفني كوثر. قلت لها ما عرفتش علاش مازال الوالده مخبيه هادشي، يا قالت لينا صدقاتهم. يلا بغات تنطق اختي وانا نسمع الباب ديال الفوق تحل. قلت لها جري ما تخليش الوالده تشوف هادشي. بدات الوالده كتعيط هشام كوثر، مشات كوثر كتجري. جمعت انا داكشي لحتو فوق الماريو، يلا غنمشي وهو يبان لي داك الجوا. هزيتو لحتو تحت الماريو وطلعت. قالت لي الوالده لقيتي الدفاتر اللي قالت لي كوثر؟ قلت لها اه راه وراتهم ليا. تهزلات كوثر ومشيت تبعتها لجهه الباب. قلت لها ما تقولي والو للوالده. قالت لي كون هاني. رجعت انا للبيت كنجمع الكتوبه اللي خاصيني وكنقولها اش غيكون في داك الجوا. جاني الفضول قلت خليه حتى الليلة نرجعوا لبلاصتو فين كان. وصلت الوقيته وانا نخرج للقرايه، بقات عندي ديك المكانه كي قلت لكم اللي خطفت، اللي درتها خبيتها من مور كوثر. جبتها بغيت نبدا نتفكر بها الواليد ونحس باللي ديما معايا. مشيت لقرايتي ودخلت للكوليج وعقلي مع البروف حيت بغيت ننجح. داز ديك جوج ديال السوايع ديال الماط غير بزز. من بعد رجعت للدار درت كاسكوط وطلعت للبيت. بقيت خدام في شي تمارين، من بعد عيطت على كوثر تعاوني شويه. المهم خرجت دوك التمارين يلا بغات تمشي وهي تشوف المكانه فوق من البيرو اللي في بيتي. قالت لي منين جاتك؟ قلت لها ماشي ديالي غير مخليها ليا واحد الولد. قالت لي راه شفتها في الصاك هاد الصباح بلا ما تكذب. قلت ليها وها السونات، هاد الهضره ما توصلش امي والمكانه غادي تبقى عندي. قالت لي شغلك هذاك، ولكن نصيحه الا ما لقاتهاش الوالده وجات لعندي غنقول لها كلشي. الا هي جات سولات وحسن رجعها. قلت لها تفو على باشا سيري في حالاتك، سيري سيري شكام انت يا برقاقه، والا قلتيها لها غتشوفي وجه اخر. خرجت وسدات الباب بالجهد، ما رضاتني وانا نتفكر داك الجوا. يلا غنهبط وانا نتلاقى مع الوالده في الدروج. قالت لي هبط تعشى. قلت لها اه داكشي علاش جاي؟ وهي تقول لي مالك مع كوثر؟ قلت لها علاش قالت ليك؟ قالت لي والو غير سمعتكم كتناقشوا بالجهد. قلت لها غير شي تمارين وصافي. المهم صدرتها وبقات كتقول لي ما تبقاوش دابزو وكذا. تعشيت وغير كنخنزر في كوثر حتى وحلت عليها وهي تنوض تنعس. جمعت مع الوالده وزادت هي ما رضاتني، كتقول لي انت قلقتي اختك طلب منا السماحه وكذا، خليتها كتغني في هاد الموال هذا. وقلت لها تال الصباح تال الصباح. طلعت للسطح الفوق ديريكت لواحد البيت، شلت واحد الكارو ونبرد بها هاد الغديد هادو. كنبغي نقطعو ولكن هاد الزمورة ديال المشاكل ما كيخليوكش. كميت جوج عاد تقاد المزاج. نزلت للبيت درت الريحة، واحد الريحة ديال الفم كتقضي على ريحة الكارو ديما معايا. بقيت متشكي تما حتى حسيت بكلشي ناس. نزلت سالت لداك لاكاب وهز غير التليفون مضوي بالفلاش. واحد التبوري شاف دوك الدروج ديال لاكاب حتى قال لي واحد الراس. رجعت ناس قاري مع التمنية حتى الغدا وجي لهنايا، ولكن لا ما نقدرش الناس الا ما عرفت شنو في داك الجوا. وانا نوصل لتما جبدتو وانا ندير 190 في الكونتور دغدغت ديريكت. ضربتها بجريه ديريكت للبيت، سديت الباب عليا وجلست كنقول دابا نشوفو وغدا نرجعو فين كان. غير حليت شفت اول تصويره رجعتني نهار 1/1/1999. غير شفت ديك التصويره تزعزعت، بديت غير كنقلب في داك الجوا
جبت واحد الملف كان وسطو فيه شي وراق، واحد تصويرة ديال شي بنت مكتوب تحتها بنت سعيد الحاج، واحد الخريطة ديال مدينة فاس، شي مناطق فيهم نقاط كحلين، تصويرة ديال الفيلات وشركات وجميع المعلومات على هاد السيد اللي سميتو الحاج. تخربقت العروق ديال راسي كيتنفخو، هزيت دغيا كارو شعلتو في البيت، بديت كنجبد وما بقيت مسوق لتا شي واحد. كنشوف التصاور بانت لي واحد الطوفة ديالو بتيشيرت هذاك الحاج، واحد السيد صلع وضارب واحد الوشامة ديال اللفعة طالع لي حتى العنق. شفت داك الوشام بحال ضربني شي واحد لراس ولا طرطق ليا شي عرق فراسي. رجعت بيا الذاكرة لذاك النهار وديك الليلة الكحلة فاش ضرب هاد السيد الوالد قدام عينيا بالسلاح. بداو دموعي كينزلو في داك الليلة وانا كنكمي نطرة من مور نطرة خويت الباكية ومازال ما قدرتش نخوي اللي في قلبي. علاش سيدي ربي علاش؟ علاش من ذنب درت باش نعيش هادشي؟ علاش؟ بديت كنمسح دموعي وكنجمع داكشي رجعته للجوا، ولكن امي شنو كيدير عندها هادشي؟ ولاش كتخطط؟ انا ما عاودتش ليها والو من داكشي كامل اللي شفت، حتى عزيز صاحبي ما قلت ليه والو، قلت ليه غير شفت بابا مات مقتول قدام عينيا. قلت ياك ما غادي يمشي يقول شي حاجه للوالده ديالي نقتلو، ولكن ما يديرهاش حيت هو اصلا ما تيقنيش. كان دابا 1:36 دقيقة ديال الليل وغدا قاري مع 8، وكنفكر غير في القصة ديال هاد الجوا. بقيت كندور في البيت بحال شي هبيل، حليت الشراجم باش تخرج الريحة ديال الكارو، ما بغاش يجيني الناس. عاودت رجعت حليت داك الجوا وكنشوف فين ساكن داك خونا. شفت الحي ديالو، عندو بنت سميتها زينب عمرها 17 سنة. كنشوف تصويرتها وتصويرتو ما كاينش شبه، كنشوف كمارتو كنحقد. هذا هو اللي حرمني من با، هذا سبابي حتى وليت معقد. شفت فيه مزيان في تصويرتو مزيان وعرفت بلي ما غنساش هاد الملامح هادو. قلت ما يمكنش امي تجمع هاد المعلومات، وإلا كانت هي اللي جمعاتهم علاش دارت هكا؟ واش بغات تنتقم منه؟ هادشي يمكن علاش جامع هادشي، ولكن لا ما غنخليش امي تدخل في هادشي. انا راجل ديال الدار، وكان ديما با فاش كيمشي للخدمه كيقول لي انا راجل ديال الدار حتى يرجع، ولكن مشى داك النهار وما رجعش فاش كنت معاه، خاصني نبقى انا راجل ديال الدار. ولكنني عرفت الوالده هادشي كامل، هي جامع هادشي يعني عارفه الوالد تقتل ماشي مات. شكون قالها لها؟ انا معاود غير ماسينكا ولا عزيز. عزيز ما يمكنش يقولها حيت ما تيقش ماسينكا، ولكن المهم ما كتعرفوش. عزيز غدا غنعرف منه كلشي، ولا ما كانش هو اهل الوالدة عارفة بلي با تقتل. كيفاش جمعت هادشي كامل؟ ضرني راسي بزاف. شفت الساعة لقيتها 4:56، رجعت جمعت داكشي ولحتو تحت الناموسية. غفلت وداتني عينيا، بديت كنحلم تاني بحال انا فشي بلاصة مظلمة، كنجري ووالو العدم، ما كاين لا حيط لا باب. كنهز راسي كنشوف ضوء، نقطة بيضة كتوسع وكتنزل منها شي حاجة بالجهد وكبيرة، وقلبي كيضرب بالجهد، وكنفيق مخلوع بحال شي واحد خوى عليا شي سطال ديال الماء عرقان وكنقطر. وقفت باش نتنفس ديك الليلة، شفت التليفون لقيتو طافي، شفت الساعة اللي في الحيط بانت ليا راه ضربات 10:27 ديال الصباح. هزيت شكارتي بطلت جوج سوايع الخوت ديال الصباح، لبست دغيا ونزلت ما بان لي حد في الدار. هزيت واحد كرواسة وكاس ديال الحليب زربت عليهم وخرجت غادي للكوليج، وكنفكر في شي سبه نقولها للمدير على هاد الساعتين اللي بطلت. تفو على الصباح غادي وحاقد على كلشي. قربت للكوليج وهو يبان لي عزيز جاي مع شي دراري وبنات في الطريق وكيضحكوا. ما عرفتش اش قال لي واحد راس مشيت قاصدو، شافني وهو يشير ليا وابتسم. وصلت لعندو شنقت عليه، قال لي مالك هشام شنو واقع؟ قلت لي انت اللي قلتي للوالده داكشي اللي قلت لك على الوالد. دوي شاف في الدراري والبنات وقال لي اجي نهضروا بعيد شويه. غير قال لي هاد الهضره قلت هو اللي دارها. قلت ليه انت اللي درتيها وانا نصافقو، حيد لي يدي من تريكوه ودور يدو باش يصافقني يلاه. بغيت نشده وكنحس براسي في الارض. هزني بواحد النص، هو هبط لعندي وصافقني وقال لي فيق اش كامي مع هاد الصباح. بديت كنسب فيه وشفت البشر جي كيجري
باش نشوف شنو واقع. وانا نوقف وتميت غادي وهو تبعني، قلت لي قلب عليا ولا ما غادي يعجبك حال. قال لي بلي راه ما قال والو للوالده ديالي. قلت لي صافي قلب عليا راه مشى عليا الحال. خليته ودخلت للاداره وكنفكر فشي سبه ويطيح عليا واحد الفكره. خرجت طاغيه فين كيشربوا وبانت لي واحد القرعه ديال الماء صغيره، هزيتها وغسلتها مزيان همات فيها ربع ديال الماء ولحتها في الشكاره. مشيت قاصد المدير وكندعي باش ما نتفرش. دخلت لعندو السلام السلام. قال لي هشام الا جاي على ود الغياب سير جيبه ولي امرك. قلت ليه ولكن راه. قال لي ما كاين ما ولكن. قلت ليه راه غير جدي جا هاد الصباح من العمره، مشينا عندو المطار وانا نحل الشكاره وجبت القرعه. قلت ليه هذا ما زمزم. راه قالت لي الوالده نعطيه ليك مني نجي، وراه غير مشغوله اما راه تجي هي. شد القرعه وقال لي الله يخلف عليكم الله يخلف عليها. سير وليدي على وجه الوالده ديالك وجدك باش كنتعامل معاك، هاك الواقع ها هي وما تعاودش تبطل، ما نبقاش نشوفك هنا. قلت لي ما تخافش وخرجت بلا نقي هذا ديال ما زمزم. هنا غنحبسوا هذا الجزء هذا الخوت حيت ربجني راني بانوا في لي كومونط الخوت الله يرضي عليكم. هذا الجزء الثاني من الموسم الثاني ديال لعبات الذئاب. يلا I love you all. تشاو تشاو. Adiós, amigo.